name exist for Google developed people. Yes. Also I have some problems about that. Okay, thank you for information. Will be checked for that. Sure. Thank you so much. And for and then please just let me know. Thank you so much. Sure. Yes. Question there. السلام عليكم. No one using this room. بالله 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 تشوف الحاجات هي اللي تو احنا دائما نعانوا منها كقنصلية. تمام. شوف الغرفة نظيفة ما فيش استعمال لها. وهنا محجوزة عندنا الغرفة هذه لشخصين. طبعا الغرف لو ما تديرش عليها متشيب يعني بعض الناس شنو يديروا؟ نسأل الله ان ربي يهديهم. حقيقة ياخذوا في مفتاح الغرفة ويطلعوا عندهم تلقاهم سكن ثاني شقة. يقعدوا مستمرين قاعدين في الشقة هذيك ومفتاح الغرفة اللي مجرينها في الهوتيل عندهم. فاحنا قعدنا دائما كل هوتيل نديروا عليه في تشيك وندوروا في على الغرف ودائما يعني نلقوا فيها المشاكل هذه تواجه فينا. والحمد لله يعني نتغلبوا فيها وماشي الامور تمام. تو زين مثلا زي الغرفة هذه تو الان اللي هو حاجز يعني نفرض تو بندير لهم تشيك اوت وحنا بناخذوا جوازاتهم باش يمشوا للقنصلية غادي يعني في اجراء قانوني يتبعوه. الغرفة الثانية. الغرفة الثانية يا اخونا 714. روم تشيك. روم تشيك. السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم. كيف حالك؟ طيب يا شامع. معك عمر العكني من القنصلية. تفضل. اهلا وسهلا بك اختي. بنسألك اختي الغرفة اللي انتم موجودين فيها يعني قداش شخص؟ حاليا توا فيها قداش شخص فيها؟ احنا توا فيها زوج. اه تمام. وانتم واخذين غرفة زوجية ولا فردية اختي؟ يعني ثلاثية ولا فردية؟ زوجية. فراش زوجي فراش احنا لما خشينا لقينا فيها فراش زوجي وفراش فردي. وكنا فيها قداش شخص؟ احنا كنا فيها اربعه لكن تو من قبل شويه خدينا دار ثانيه خدوا صوت شو في دار ثانيه. يعني تو انتم هنا ونفرين ثانيين في غرفه ثانيه تغيروا؟ ايه احنا كنا حطينا اربعه في دار واحده. مين انت؟ انت مين يا اختي هنا موجودين؟ تو انا وزوجي وعندي زوج اخواتي. حتى يعني انت اربعه. ايه. انت وامك وزوز اخوان. ايوه. ايه باي تمام باي كويس حولت مستدعت ما تقريبا انا واحد مشرف احنا عندنا مشرف هنا اسمه السيد هو عثمان حولكم. ايه مين باي تمام اختي مستريحين هيك. تمام باي عندكم اي ملاحظه عندكم اي شكوى عندكم اي موضوع مستحقين حاجه كيف نقدروا نخدمكم؟ الوالده عندها دوايات. باي تمام ان شاء الله لا باس عليها الوالده. عمر العكني موظف القنصلية الليبية. اليوم حقيقة جانا لهذا الهوتيل. أول شيء احنا نطمن دائما على كل المواطنين والجالية الليبية اللي موجودين عندنا ساكنين عالقين في هالأزمة هذه، ونحاول ان احنا نوفر لهم يعني طلباتهم بقدر الإمكان وبالمستطاع. في البداية احنا حقيقة كانت أزمة كبيرة في خلال يعني 3 أيام يعني سكننا ما يقارب قريب عليه 2000 عائلة. والحمد لله تو الآن وضع مستقر. نوفر لهم في كل نحاول نوفر لهم كل طلباتهم من غذاء سكن ملبس غسيل ملابس مثلا دواء حتى شملات وحليب الأطفال احنا نوفر لهم فيه.
وبالنسبة للناس المرضى حتى هم نحاولوا نسقوا لهم مع المستشفيات ونوصلوا فيهم، والحمد لله رب العالمين. كل هوتيل جهزنا له تقدر تقول لجنة أزمة مصغرة، لجنة الأزمة هذه تدير جروب على الواتساب ونكونوا عليه تواصل مستمر معهم من يعني من اللجنة من الأفراد، ودائما نسمعوا لمشاكلهم ونحاولوا دائما نكونوا قراب عليهم لحل المشاكل هذه. وطبعا في هذه المناسبة هذه لا يسعني الشكر أني نشكر السيد القنصل على كل مجهوداته اللي قام بها، والسيد نائب القنصل السيد صلاح الكاسة، وكل أعضاء القنصلية حقيقة مشكورين على الخدمات اللي قدموها، والحقيقة مجهود جبار كبير إن هم سيطروا عليه الأزمة هذه والحمد لله. السلام عليكم. أهلا وسهلا، شن حالك أخوي؟ معك عمر العكري من القنصلية. أهلا وسهلا بك، شن حالك؟ طيب إن شاء الله. أول شيء إحنا جايين نطمئنوا عليكم، ثاني شيء إحنا جايين نحن لو عندكم أي استفسار أي موضوع، وفي نفس الوقت جايين نديروا تشيك على بعض الورق. تمام، الله يبارك فيك. نستفسر على المروح بس. المروح ما زال أستاذ هذا الموضوع، لكن أنا أعطيني تو موضوعك أنت في الغرفة. تمام، الغرفة بتاعك أستاذ 110 هذه مكتوبة فيها نفرين. تمام، وأنت فيها ثلاثة أنفار. مين معك يا استاذ؟ جابنا الحوايج وجيت. هذه بتخش تفضل خش. سامحني مين معكم؟ شو اسم اللي معك؟ أنا أحمد وإبراهيم. خوف جاب حوايج مش أنت يومك لقينا قلت بقول بيجيب حوايج. وأحمد. محمد. أحمد محمد سعد. وإبراهيم. دار. إيه تمام. موجودين أنتوا في الغرفة. تبي تخش تفضل. سامحني. هم هنجز عليه. بعدين بفهم فيك. إيه خش تفضل. لا ما بيجي خش. بارك الله فيك. أم تعطيه على قلبك على وجهه تشعر بالبال. بارك الله فيك. تمام. أعطيني أنت أخوي. أنتم تستعملوا في الغرفة. ما فيش حد كان. لا. فيش. خو بس جاي لبنا الحوايج. أنت عصبي كيف تمام. بالله يحاول لو في أي شيء أخوي. بارك الله. أنت كيف تبلغنا به على طول. أنا عندك أي ملاحظة. تقدر تقولها لي تو. لا لا أبي أخوي. يعني شيء مناقصك شيء كل شيء تمام. متأكد تمام. كل شيء. موفرين لكل شيء بارك الله فيك. مشكورك على زينك ان شاء الله اختي. اول شيء احنا جايين نديروا نطمنوا عليكم، وفي نفس الوقت جايين نديروا تشك على كل الغرف. تمام. الله يبارك فيك اختي. تفضل قصده. لا 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 مش انت مش خاش، لكن نبيك تقولي لي اختي مين معك انت؟ انا واختي وعندنا الصغار معنا. مستريحين اختي؟ الحمد لله. اموركم تمام؟ الحمد لله. باهي تمام. في اخبار عن الروح؟ ما زال اختي. شو اسمك اختي؟ هو أميرة نعمة عبد الكريم. تمام 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 أختي. عندك أي ملاحظات أختي مثلا عن المواضيع الأكاديمية كذا الهوتيل مستريحين فيه؟ الحمد لله. أموركم تمام؟ الحمد لله. ما نقصكم شيء أختي؟ لا يبارك